كربلاء يا كربلاء يا كربلاء كربلاء لا زلت كربا وبلا كربلاء يا كربلاء كربلاء لا زلت كربا وبلا كربلاء يا كربلاء كربلاء لا زلت كربا وبلا كربلاء يا كربلاء جميعا كربلاء لا زلت كربلاء يا كربلاء ما لقي عندك آل المصطفى كربلاء وانت تلطم صوتك كربلاء لا زلت كربا وبلا كربلاء يا كربلاء ما لقي عندك آل المصطفى كربلاء كربلاء يا كربلاء يا كربلاء كربلاء تقدم شوي قدموا ما لقي عندك آل المصطفى كربلاء ثلاثة كربلاء يا كربلاء يا كربلاء كربلاء لطمة لطمة فالمعالي بالعزاء قائمة كربلاء ودموع الأنبياء ساجمة كربلاء يا كربلاء ودموع الأنبياء ساجمة ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا كربلاء يا كربلاء كربلاء لا زلت كربا وبلا كربلاء يا ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين أسر وسبا جزروا جزر الأضاحي نسله بين عان وقتيل في البلا كربلاء كربلاء لازلت كربا وبلا حسين وحسين وحسينا حسين وشهيد وشهيد وشهيدا بارك الله فيكم بارك الله في هذه الصدور بارك الله فيكم تعالوا تقدموا الأمام خلنا نذكر القائم أكو مجال عندنا هنا تقدموا الأمام قوموا وتقدموا وثلاثا ذكر الصلاة على محمد وآل محمد يا مظلوم
لست أنسى من بعدهم طود عز وأعادي مثل سيل البطاح وهو يحمي دين النبي بعظم مشباغ لظلمة الشرك ماحي فتطير القلوب منه ارتياعا كلما شد راكبا ذا الجناح ثم لما نال الظما منه والحار وثقل الحديد وجهد السلاح أوقف السبط يستريح قليلا. أيوا حسينا وثني نظرة إلى خيامه ونظرة إلى تلك الأجساد المضرجة وقف متكئا على قائم سيف أول قتيل من الهاشمين ولده من لم يبكي فليتباكى اليوم يوم حزن وأسى فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم حزني ومصيبته ويقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين وإمامكم المنتظر يقول إن جدي الحسين قتل عطشانا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتل عطشانا. وقف متكئ على قائم سيفه. أحبائي أحبائي ما لي يناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون نيام أنتم فأوقظكم جرحى فأداويكم أم قلت محبتكم لسيدكم أم حال بيني وبينكم ريب المنون وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون فجعلت الأجساد تضطرب من نداء الحسين على بوغاء كربلاء حتى قيل لو أذن لها الله في القيام لقامت ثم أشار إليها بيده أن اهدئي أيتها الأجساد المضرجة بالدماء فما أسرع لحاقي بك أيتها الأجساد المضرجة بدمائها. وتحركت أجسادهم يوم لخاهم. انت ما تتحمل انت ما تتحمل تسمع الأن انت ما تتحمل تسمع المقتل كيف بأولئك. وتحركت أجسادهم يوم لخاهم لكن بلي رؤوس وعاقتهم دماغهم انادوا يا ابو السجاد فرسانك تراهم لا روس يا الوالي ولا ظلت لنا جفوف غصبا علينا ننظرك حاير يا مظلوم واعظم علينا يوم دارت حولك القوم يا حسين سامحنا ترى ما نقدر نقوم.
ملنا ايادي يا الولي تحمل لسيو. وظل يتخطى الاجساد الى ان وصل الى العباس. اجذب الونه وظل يتخطى المذابح ومن وحدة نوبة يقوم ونوبة يطيح. امامك الوقور هروين ومن وصل مصرع ابو الفضيل الخرفة يصيح. لا تدخر دمعة ولا صرخة يا سيف حرب قوم واركب ظهر الاحصى. اويلي وانظر عضيدك يا عضيدي ظل حاير. اويلي عليك ابالي. وانظر عضيدك يا عضيدي ظل حاير. ينظر بعين القوم وعين على الحراير ينادي بكلامي تنفطر منا المراير. واشومها ساعة علينا واعظم وقو. رجع الى الخيام. اول قتيل ولده وفلذة كبده علي الاكبر، واخر قتيل اخوه وحزام ظهره ابو الفضل العباس. جاء وهو ينادي الآن أنكسر ظهري. وكان يكفكف دموعه بمنديل في يده، يد فيها المنديل يكفكف دموعه ويد على خاصرته، حتى وقف ومسك بكسر الخباء وصاح: ألا من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله؟ ألا من يقدم لي جوادي وأنا ابن محمد ابن عبد الله؟ ألا من يقدم لي جوادي وأنا ابن علي المرتضى؟ ألا من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء؟ فجاءت زينب تقود عنان الجواد، تقود شكيم الجواد. لما أنا أبصرها الحسين رأى حالها متغيرة، ورأى دموعها تتحادر على خديها، فقال: أخيه ما بك يا زينب؟ وإذا بها تقول: ما أقسى قلبي وما أجلدني وما أقسى قلبي. قال: لماذا تقولينها يا زينب؟ قالت: وكيف لا أقول ذلك وأنا أقدم فرس المنية ومهر المنية وجواد المنية لأخي وابن أمي ووالدي؟ تفتل الحسين قائلا: أخي زينب، وهل رأيتي مثل أخيك الحسين؟ قتلت أنصاره وأهل بيته بلا ناصر ولا معين. أخذ الجواد فخرجنا ربات الخدور من المضارب، فخرجنا ربات الخدور عواثرا، وغدا لها عند الحسين عويل. الله ما حال العليل وقد رأى تلك المدامع للفراق تسيل. وإذا بزينب تلتفت إلى الخيام: تعالين يا بنات علي وفاطمة، فهذا آخر الاجتماع. تعالين للوداع فهذا آخر الاجتماع. ورنت إلى نحو الخيام بعولة عظمى تصب الدمع وهي تقول: قوموا إلى التوديع، إن أخي دعا بجواده، إن الفراق طويل. فخرجنا ربات الخدور عواثرا أهل العزاء، فأحطنا بالحسين. هذه تشمه وتلك تضمه، وتلك تقبل يديه، وتلك تشبح على صدره.
الى اين يا حمانا؟ الى اين يا رجانا؟ الى من تكلنا؟ ابا عبد الله رد وعياله من العطش يوما، رد وعياله من العطش يوما، وصاحب صوت للتوديع قوما، مثل سرب القطا قاما يحوما، وحدتهن تخر عليه وتعثر، اويلي صارت للحريم عليه لما يشمسكنا وهي قامت تشمه على بنيته، يا ويلي وداع لك شر، تعزينا بعزاء الله، واعلمي يا زينب بأن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، ولي ولكل مؤمن ومؤمنة برسول الله أسوة حسنة، جدي خير مني، أمي خير، أبي خير مني، أمي خير مني، أخي خير مني. قالت أو تغتصب نفسك اغتصابا، فذلك أقرح لفؤادي وأشجع لقلبي وأجرى لدموعي. قال يا زينب تعزي بعزاء الله، وضمها مولاي ضم الوداع، وقال هذا آخر الاجتماع، أخذ يده الشريفة ومررها على صدر زينب وعلى قلبها قائلا اللهم اربط على قلبها بالصبر، أخيه في جليل الخطب يا أخت اصبر الصبر الجميل، إن خير الصبر ما كان على الخطب الجليل، واترك اللطم على الخد وإبداء العويل، ثم لا أكره سقي العين ورد الوجنتين، واجمعي شمل اليتامى بعد فقدي وانظمي، واشبعي من جاع منهم ثم واروي منظمي، واعلمي أني في حفظهم طل دمي، ليتني ما بينهم كالأنف بين الحاجبين. خلي قلبك ويا الحسين، خلي قلبك ويا معركة كربلاء، خلي قلبك ويا وحدة الحسين، وصح ونادي وحسين. قالت انا بعيني لباري لك عيالك، وبروحي لسكت لك اطفالك، خويا الموت لو يرضى بدالك، رحنا ترى كلنا فدالك، انت ادخرت الدمعة وادخرت الصرخة وادخرت الجهد في كل هذه التسعة الايام الماضية لهذا اليوم، واظنك لم تدخر دمعة، واظنك لم تدخر صرخة في هذه العشرة، ولكن ادخرنا دموعنا وصرخاتنا وندباتنا وصرختنا يا حسين من اجل هذا اليوم. صح ونادي لبيك يا حسين، صرخة واحدة لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. أهل العزاء، فقال يا زينب قولي للنساء فليشددن من أزرهن وليقاربن بين أخبيتهن، أدخليهن يا زينب. صاح عمر بن سعد لعنه الله اهجموا عليه ما دام مشغولا بحرمه، فهجموا على الحسين، الحسين أدخل النساء، بل أمر زينب أن تدخل النساء والأطفال، وأرجع الجيش إلى مراكزه بعيدا عن الخيام، هذا وهو لا يلوي على شيء أبدا، حمل على الميمنة مرتجزا، قال الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، وحمل ثنى على الميسرة وهو مرتجز، أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. يقول من شهد الواقعة
وهو عبد الله ابن عمار ابن يغوث البارقي. ما رأيت مكثورا قط قتل أهله وولده وأصحابه وأهل بيته، أربط جأشا ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقداما، ألا وإن الخيالة والرجالة والجيش ليشد عليه فيشد عليها، فتنكشف من بين يديه كلما شد عليها، ما له وما رأيت قبله ولا بعده أبدا، ما له في حومة الميدان والكر شبي غير مولانا علي والفتى سر أبيه، غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبيه، وهو ضامن شفتاه أضحتا ناشفتين سطبيخ وهو مفروض ينظر عزوته وقومه، واخوانه وبني عمه على حر الترب نومه، الى يم الخيم نظره ولا صوب العدا حومه، يقلهم يا حزب سفيان انا وحدي ولا لعوان، قطرة ماينا لهفان هذا الماي مغرمي واهلي تموت عطشانه، دعاها على الوطية فراش حيهم ما يشيل الميت، عزرائيل ظل يصرخ يا ظنوة حيدر السويت، سيفك ما يشلوانه بقبض ارواحهم شليت، ترى من عصبة الشيطان صارت فايض النيران، ما ظل بالجحيم مكان من سيفك يا ابو السجاد بيهم غدت مليانة. اهل العزاء فصاح شمر ويلكم الا ترون الى عزيمة الحسين كيف هو ثابت، ويلكم نكسوا من عزيمته ضعفوا من عزيمته، قالوا وكيف، قال حولوا بينه وبين الخيام فانه غيور، اذا رآكم وقد حلتم بينه وبين خيامه سيترك القتال ويمضي الى حيث خيامه، فحالوا بينه وبين الخيام، فلما رأى الحسين ذلك قال يا شيعة آل ابي سفيان ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا في دنياكم. فالتفت شمر وقال ما تقول يا ابن فاطمة، ما تريد يا ابن فاطمة، كلما قيل له يا ابن فاطمة يوم كربلاء تهلل وجهه لأنه يفتخر باسم فاطمة ويتقوى باسم أمه فاطمة، ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال يا شمر أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، والنساء ليس عليهن ذمام ليس عليهن جناح، فمروا عتاتكم وجهالكم عن التعرض إلى حرمي واقصدوني بنفسي. فصاح شمر عليه لعائن الله لكذلك اقصدوه بنفسه، إنه لكفء كريم، فمالت الرايات والكتائب على الحسين هذا، والحسين يكر عليهم كرارا ومرارا حتى يؤمم المشرعة ويؤمم أقرب الشرائع التي سقط عندها. أبو الفضل العباس كان يكر فيرجعونه لأن أكثر من نصف الجيش كان يحول بين الحسين وبين شريعة المسنات وبين نهر الفرات من كل طرف ومن كل مكان ومن كل جانب، من جانبيه من الأمام والخلف، هذا وقد أكض العطش بالحسين. أهل العزاء عند ذلك استطاع أن يؤمم المشرعة، أقحم جواده، أراد أن يشرب الماء كي يتقوى على قتال الأعداء فيحرز بذلك عرضه وحماية عرضه. أهل العزاء أراد أن يشرب، اغترف غرفة بيده، فالتفت إلى الجواد ورأى ما بالجواد من عطش، قال أيها الجواد
أنا عطشان وأنت عطشان فلا أشرب حتى تشرب. كأن الجواد عرف مراد الحسين فرفع شفتيه عن الماء وطأطأ برأسه قال لا أبو علي. بعد أبو فاضل ما شرب، أكبر ما شرب، قاسم ما شرب، عبد الله الرضيع ما شرب، نسوانك ما شرب. أقول يا رسول الله جواد الحسين وهو من خير جيادك يا رسول الله يواسي ولدك الحسين وأمتك تقتل ولدك الحسين، أعظم الله لكم الأجر. أراد أن يشرب مرة أخرى وإذا برجل من دار لعنة الله عليه وضع سخما في قوسه وصوبه إلى الحسين فوقع في حنكه الشريف فتقاطر دم الحسين من رقبته من عنقه من حنكه على تلك على كفه فرمى الماء على الماء. أراد أن يشرب ثالثا والحسين غيور ويعلمنا درس الغيرة يا مؤمنين. أراد أن يشرب في المرة الثالثة صاحبه القوم مكيدة وغدرا والتواء يا حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت قيامك وقد فرعدت رحالك وقد هتكت نساؤك. رمى الماء على الماء استوى على ظهر الجواد كر إلى جهة الخيام جاء إلى الخيام وجدها سالمة علم أن ذلك كان مكيدة من الأعداء حتى لا يشرب الماء فقال الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فوقف الحسين بإزاء الخيمة وقال يا زينب ويا سكينة ويا أم كلثوم ويا عاتكة ويا رباب تعالين للوداع. فهذا آخر الاجتماع ودع النساء ودع الأطفال. أمر زينب أن تدخل النساء مرة أخرى في الخيام. جاءت زينب أدخلتهن ودعهن الحسين استوى على ظهر جواده. والمودعون كثر يا مؤمنين يا مؤمنات. ما أريدك تهدأ، أنت مدنج راسك أنت مدنج راسك لكن تبكي أو تتباكى أو تصرخ كل حين وحسينا. وإذا وقعت الواقعة لا أريد أحدا لا أريد أحدا جالسا على وجه الأرض فإن عماد الدنيا والأرض قد وقع على بوغاء كربلاء. أهل العزاء سجل اسمك وصفحة وجهك عند فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. فإنك إن لم تصرخ هذا اليوم إن لم تبكي في هذا اليوم كأنك ما بكيت الدهر كله. أهل العزاء عند ذلك استوى على ظهر الجواد مشى به الجواد قليلا وإذا به قد التفت من خلفه وإذا به يرى ابنته العزيزة سكينة. سكينة ما الذي أخرجك؟ قالت أزعجني وداعك يا أبا خروجك عنا يا أبا وداعك لنا يا أبا. قالت أبا انزل من على ظهر جوادك. نزل الحسين من على ظهر جواده جلس متربعا على الأرض. جاءت سكينة وجلست في حجر أبيها الحسين وأخذت يد أبيها. قالت أبا اجعل يدك على رأسي وامسح على رأسي كما مسحت على رأس حميدة في زرود. يوم جاء لها خبر مقتل أبيها مسلم كما رأيتك تمسح على رؤوس أهل المدينة وتمسح على رؤوس أيتام أهل المدينة. قال يا بني أنت لست بيتيمة. قالت أبا الناس وأهل الخيام والنساء والأطفال الآن يسمونني ابنة الحسين، بعد ساعة إذا قتلت يسمونني يتيمة الحسين.
ولا أريد لأحد أن يضع يده على رأسي غيرك يا أبا عبد الله. فأحرقت سكينة بذلك قلب أبيها الحسين، فجعل الحسين يمرر يديه على رأس الطفل على رأس سكينة قائلا: سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بنعيك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تؤتينه أو تأتينه يا أخيرة النسوان. قل أبوي الروح كل إحنا فدايا، أخذني للحرب يا أبوي ويا إهي غيبة يا أخويا أبويا، وأقعد أرجع وأقول أن سافروا يومين يرجع يصدر. التفت إليها قال: بنية رجع الخيام، بنية علوية هاشمية ارجعي يا ابنة رسول الله. تفتت إليه قائلة: أباه أراك استسلمت للموت. قال: وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. التفتت يمينا وشمالا قالت: إذا أباه ردنا إلى حرم جدنا رسول الله. التفت إليها متحسرا يصفق كفا على كف، يقول لها: بعد هذه إرادة الله يا سكينة، هيهات لو ترك القطاء ليلا لغفى ونام. أرجعها استوى على ظهر الجواد، مشى به الجواد قليلا. وكما قلت لكم أيها المؤمنون والمؤمنات، المودعون كثر، مشى الجواد بالحسين قليلا، وإذا بطفلة من آل عقيل تدرج على وجه الأرض وهي تنادي: عم أبا عبد الله قف لي يا نور عيني. وقف الحسين فقال: بنية علوية ما الذي أخرجك؟ قالت: أعمامي وعدوني بالماء ولم يأتوا إلي، انتظرتهم طويلا. قال الحسين بعد أن انكسر قلبه من الطفلة ومن حال الطفلة: ها أنا ماض لأعمامك كي أخبرهم بحالك. قالت: عم تمضي وتعود، ذاك يطول علي، ولكن خذني معك إلى نهر الفرا. قال: بنية لقد كسرت قلبي، إذا أخذتك معي فمن الذي يرجعك؟ قال: أخي زينب أرجع الطفلة، فلقد كسرت قلبي. أرجعتها زينب. لما اطمأنت زينب: ما أكو بعد أحد يطلع من الخيام، عدها أمانة عدها وصية. والزهرة قالت لها: بنية أنت آخر من يودع الحسين، وبعد هالوداع وبعد هالأمانة وبعد تنفيذ الوصية ما أحد بعد لحق يودع الحسين. زينب عرفت ما أحد يطلع، صار الحسين على ظهر الجواد، مشى به الجواد قليلا، وإذا بالصوت من خلفه: قف لزينب يا حسين، قف للوديعة يا حسين، قف للعزيزة يا حسين. فوقف الحسين فقال: أخي زينب ما ذاك؟ قالت: انزل من على ظهر جوادك. اشكم مرة الحسين نزل من على ظهر الجواد. لله صبرك أبا عبد الله. نزل أو هو نظر إلى زينب فعلم مرادها فنزل من على ظهر الجواد. رواية تقول: قالت له: يا ابن أمي ووالدي اكشف لي عن صدرك، اكشف لي عن لحرك. أو في رواية: جاءت إليه وجعلت تفتح أزرار زرديته وقميص. والحسين ينظر إليها متعجبا. لما بان بياض قلبه انكبت على موضع القلب، فقبلته قبلة ثم انثنت بعد ذلك، وقبلت الحسين قبلة في نحره، وتوجهت إلى جهة المدينة وصاحت: أمه يا فاطمة أديت الأمانة
ونفذت الوصية، جذبها الحسين إليه قائلا أخي زينب أي أمانة أو أي أمانة نفذت وأي وصية كنت موصات بها؟ قال تعلم وأنت العالم يا أبا عبد الله بأن أمنا فاطمة لما أرادت أن تمضي من الدنيا قربتني إليها قائلة بني زينب سترين أخاك الحسين في وداعه الأخير عازما على المنية، إذا رأيتيه قبليه نيابة عني في موضع قلبه أو سرته أو كبده، وقبلي قبلة ثانية في موضع نحره. أتدري ما قالت أمنا فاطمة؟ قال ماذا يا زينب؟ قالت أما موضع تقبيل موضع القلب فإنه موضع نشوب ذلك السائل. أين المنادون وحسينا؟ ألم المناد وسيد؟ وأما تقبيل موضع النحر فإنه موضع ولوغ أو ولوع سيف الشمر الضبابي في نحرك. ودعها ضمها قال لها في أمان الله، هيئ نفسك يا الغيور، في دعة الله وأراك قتيلا. قال يا زينب أسغم البين يا زينب بدلال تشوفين، أسغم البين يا زينب بدلال تشوفين، وعبد الله الطفل يختي بسغم البين مطوقين. هذه الوصية اللي تقرح القلب. ولو شفت الشمر يمي بعدي ولا تحاجين، ولو شفت الشمر يا اختي يمي بعدي ولا تحاجين، تراه يقطع بنحري ويتربع على صدري. يا زينب عيني وصبري لما يحكم الباري، وهو بحالنا ارحم صح ونادي واحسن. ودعها ارجعها الى الخيام، استوى على ظهر الجواد وكان لا يلوي على شيء ابدا. رأى عمر بن سعد ضربات أبي عبد الله الحسين فصاح في القوم، فصاح في القوم يحشدهم لحرب الحسين وهو يقول أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن سيد العرب، هذا ابن قتال العرب، هذا ابن الأنزع البطين، ما الذي نصنع؟ قال افترقوا عليه فرق، فافترقوا على الحسين فرق، فرقة بالحجارة، فرقة بالسيوف، فرقة بالنصول، فرقة بالسهام، فرقة بالرماح، فرقة بالخشاب، أهل العزاء فأصبح مشتجرا للرماح، فأصبح جسده كما يقول الرواة كالقنفذ من رشق السهام، وكما يقول الدمستاني فحكى جثمانه القنفذ من رشق السهام، أتعبته الجراح وقف ليستريح قليلا. هيئ نفسك للسهم المثلث، وقبل هيئ نفسك إلى حجر وسهم أبي الحتوف، بينما هو واقف يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإذا بأبي الحتوف صوب حجرا وأصابت الحسين في جبهته الشريفة.
نزل من مناد وحسينا، أين الصارخ وإماما؟ رأيت رواية أخرى بأن أبي الجنوب، بأن أبا الجنوب الجعفي أو أبو الحتوف الجعفي نفسه وضع سهما في قوسه وصوبه إلى الحسين، فركز في نفس موضع جرح الحجر. انتزعه الحسين فتجارت الدماء على عيني الحسين، صار عنده الطريق كالغمامة لا يرى شيئا، أراد أن يمسح الدماء لكن ما عنده ماي، ممكن عنده قربة لكن قربة خالية، بماذا يمسح الدم يا شيعة الحسين؟ بماذا يمسح الحسين الدم وليس عنده من ماء؟ عمد إلى ثوبه، إلى ردائه، إلى قميصه كي يمسح الدماء، فبان بياض كبده وقلبه، فوضع حرملة ابن كاهل السحم المثلث في قوسه وصوبه للحسين، فوقع في لبة هيئت نفسك؟ هيئت نفسك للمسرح؟ أراد الحسين أن ينتزع السهم من صدره، من قفص صدره، ما استطاع، حاول لم يستطع، تيقن أن السهم كان ذا ثلاث شعب، فإذا استخرجه من صدره أخرج كل أحشاء صدره. إذا كيف استخرجه؟ عمد إلى قفاه، رأى بأن السهم رغم قوته لم يخرق ظهر الحسين، ما الذي صنع؟ وضع أصل السهم على عنق ذي الجناح وأخلى يديه من الشكيم، أخلى يديه من عنان الجواد وشبك على رقبة الجواد وجعل يضغط على السهم، جعل يضغط عليه فاستخرج جهو من ظهره. أويلي عليك يا ابن الزهرة، أويلي عليك يا ابن الزهرة، قتلوك قدروا عليك، قدروا عليك بالغدر أبو علي. قالوا فتجارت الدماء كالميزاب، فأعيت الحسين، أخذ منها شيئا صعدها إلى السماء، قبل الله قربان الحسين، أخذ الدماء مرة أخرى ولطخ بها لحيته وهو يقول هكذا ألقى ربي وجدي وأنا مخضوب بدمي، وأقول قتلني فلان وفلان أهل العزاء، هذا السهم رغم قوته إلا أنه لم يوقع سيدك الحسين من على ظهر الجواد. صاح شمر ما الانتظار بالحسين؟ أوقعوه من على ظهر الجواد. فجاءه سنان متوشحا رمحا طويلا فطعن الحسين في خاصرته وثنى طعنه في ترقوته وعلى بواني صدره فوقع على تراب كربلاء.
راح لحسين، راح راح لحسين يا علي، راح وينك؟ بعد هيئ نفسك بعد ما صارت المصيبة الأكبر. هذه الدماء التي خرجت من قلب الحسين ومن جبهة الحسين ومن جراح الحسين، أعية الحسين، فأغشي علي. ولكن قبل ذلك صنع له وسادة من التراب توسد بها أهل العزاء. تحير الجيش في أمر الحسين، هذا يقول مات الحسين، ذاك يقول مكيده، بينا هو كذلك. وإذا بالطعنات والضربات تتوالى عليه، جاءه في ذلك الوقت مالك بن النصر عليه لعائن الله، وكان على الحسين وعلى الحسين قطيفة من خز أو من صوف، وضرب الحسين على رأسه. فامتلأت القلنسوة دما عبيطا أهل العزاء، فجاءه زرعة بن شريك وثنى ضربة ثانية على رأس الحسين. ألا من مناد وإمامة، ألا من مناد وسيدة. وإذا الحسين وهو مغشى عليه يؤن أنينا يقطع القلوب والأكباد، وصل الأنين إلى حيث المعسكر. خاف ابن سعد الفتنة من أنين الحسين، قال ويلكم من ينتدب إلى الحسين ليريحه من أنينه ويريحنا من أنينه. كل قبيلة كانت تعتمد على الأخرى، وكل قائد يعتمد على الآخر. شبث بن ربعي لعنة الله عليه يقول جئت إلى الحسين لأحتز رأسه، فرمقني الحسين بطرفه، فرأيت عين رسول الله في عين الحسين، استحييت من ذلك، رجعت. فاستقبلني شمر، قال أجبنت يا ابن ربعي؟ قال لا، ولكن الحسين نظر إلي بطرفه، فخفت من ذلك، رأيت عين رسول الله في عينه. قال فأنا قاتله وأنا صاحبه، ما انتظاركم بالرجل؟ أهل العزاء، كان الحسين مغشيا عليه. قال أحد الرواة أقبل شمر إلى عمر بن سعد قائلا يا ابن سعد، إن أردتني أن أنتدب للحسين وأريحه من أنينه وأقطع رأسه، مر جيشك ليختلف على خيامه حتى أعلم أحي هو أم ميت. أهل العزاء، وإذا بالجيش يزدحف على المخيمة. خرجت زينب وما أوقفها إلا التل الزينبي، وقفت على التل الزينبي ماضعة عشر أناملها على رأسها وهي تنادي واخا، إن كنت حيا فأدركنا، شل جابك يا زينب على التال حتى تشوفين شمر على صدر الحسين. فهذه الخيل والرجال قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. قام الحسين مشى خطوات وكبى على حر وجهه، مشى ثانيا كبى على حر وجهه، مشى ثالثا كبى على حر وجهه. أنا سخمل بقلبي يا وديع مزع حشا، أغشي عليه
بقى هكذا. ابتعدوا عن الخيام. زينب تنظر رجعت. ايها الاحبة الجواد اخبرها قبل هجوم الخيل، لذلك خرجت وصرخت للحسين اهل العزاء. بينما الحسين كذلك، واذا قد جاء شمر متوشحا سيفه، وكان الحسين مخشيا عليه، واول ما صنع انها معذرة الى الله واليك يا صاحب الزمان، ركل جدك الحسين برجله. ركل الحسين برجله ثم قلبه على ظهره، وكان الحسين مغشيا عليه. سئل الإمام الصادق: أصعد شمر على صدر جدك الحسين؟ فقال الإمام: تسألني يا هذا صعد أم لم يصعد؟ اسألني يوم أن صعد أكان منتعلا أم لا؟ الحسين مغشيا عليه، وإذا بشم صاعد على صدر الحسين برجليه. أفاق الحسين، قال: من أنت يا هذا؟ لقد ارتقيت مرتقا عظيما، عجبت من فتك شمر بالحسين وقد رقى على الصدر منه وهو منتعل، كيف استطاع لصدر الصدر مرتقيا ودون أدنى مراقي كعبه زحل؟ أهل العزاء رآه وقد ضيق لثامه، قال: اكشف لي عن لثامك. كشف عن لثامه، رأى وجهه أبقع أبرص. تبسم الحسين، قال: ما تبسمك يا حسين؟ قال: صدق جدي رسول الله حينما قال: يقتلك يا ولدي رجل وجهه على هيئة الكلاب والخنازير. قال: ويشبهني جدك بالكلاب والخنازير، لأقتلنك. شر قتله ما قتلها غيري، ولأذبحنك شر ذبحه ما ذبحها غيري. هيئ نفسك يا غيور، وإن ما جالس ما أريد حد جالس، لا في قاعة الحسينية ولا في الخارج ولا في الشوارع ولا مكان النساء ولا في البيوت ولا في العالم الذي يصل لكم هذا البث. أهل العزاء عند ذلك مكن السيف، قال: ويشبهني جدك بالكلاب والخنازير. قال: تذبحني وأنت تعرفني؟ قال: أذبحك وأنا أعلم أنك ابن فاطمة الزهراء وابن علي المرتضى وابن فاطمة الزهراء، وأذبحك ولا أبالي. مكن السيف في نحر الحسين فقطع أوداجه الأربعة. قطع أوداج الحسين، وكلما قطع ودجا صاح: وفاطمة ومحمدا وعليا وحسنا. ثم قلب إمامك على وجهه وجعل يضربه 12 ضربة ففصل الرأس عن
وحسين وحسين وحسينا وانت جالس حسين وحسين وحسين وحسينا حسين حسين وحسين 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 لوح بعيدك للحسين حسين قام عن صدره وكبه ويح قلبي على الثرى جلس ميت ربي على صدره وظل هبوره اذا ما بكيت بكي الان هبره وداجه وزينب تجر وين وتنظره والرجس ما راقب الله وظل يحز لرقبته نادت يا شمر شيلي السيف عن باقي هلي هذا شمامة الغادي فاطمة وموجة علي وين ولي وبعد اخويا حسين ما عندي ولي والرجس ما راقب الله ظل يحز لرقبته قام عن صدره وكب ويح قلبي على الثرى جلس ميت ربي على صدره وظل لي هبوره هبره وداجه زينب تجر وانا وتنظره اويلي اويلي وانا ولي وبعد اخويا حسين ما عندي ولي والرجس ما راقب الله وظل يحز لرقبته فصل راس عني الجسد والكون ضج ما خلصتون بواكي فصل راس عني الجسد والكون ضج بزلزل شاله بعالي قناته وما جوادي كربل كعبة الأحزان زينب باليتامى معويل صيح ركني يا مصوني هالرزايا هدت حسين وحسين وحسينا حسين وحسين 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 أربع مرات حسين وحسين وحسين وحسينا حسين و قوم يا شباب على طولك حسين وحسين 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 وحسينا حسين وحسين وحسين وحسينا حسين حسين وانت تطلب صوتك حسين حسين وحسين وحسين فغدت كل من الدهشة تغوي وتقو وعلى أوجوهها من لطمة وعلى أوجوهها من كثرة اللطم كلوا
وحقيق بعد كسف الشمس أن تبدو النجوم. يا تساقطنا إلى موضع ما خر الحسين. حسين وحسين 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 حسين وحسين الطب بعد حسين. حسين وحسين وإذا بالشمر جاث فوق صدر الطاغير يحبير الأوداج منه بالحسام الباتير. فتصارخنا عليه بفؤاد ذعير صارخات قائلات خلي يا شمر حسين. حسين وحسين حسين وحسين حسين وحسين وحسين شيل ايدك. حسين وحسين 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 حسين ارفع الصارمة عن حر الإمام الواغيب عصمات الخالق في الخلق ومأوى الغريب. كيف تفري نحر سبط المصطفى بالقاضيب وهو دأبا يكثر التقبيل في نحر الحسين. حسين و اشهد لك ما أفاد الوعد والتقريع في الرجس الزاني. فغدا وغدا يفري واريدي ذلك النحر الكريم. فبار الرأس وعلاه على رمح قوي. فبار الرأس وعلاه على رمح قوي. فباك الكرسي والعرش عليه آسفين. فباك الكرسي والعرش علي آسفين. حسين وحسين 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 حسين وحسين وحسين وصوتك حسين و فتك الشمر فتك العصفور بالصقر. فيا للعجب ذبح الشمر حسينا غيرة الله غضبي. حيدار يا علي أجارك الله بعالي الرتب. أدراك الأعداء فيه ثأر بدر وحونا. حسين و كان يؤذيه بوكاه وهو في المهدي راضيع. بابنه قدما فداه وهو ذو الشأن الرفيع. ليتاه الآن يراه وهو في البوغى صارع. ليتاه الآن يراه وهو في البوغى صارع. يتلظى بضماه فاحصا للقدم. حسين و وحسينا ولا نسيت حسينا. قبل أن تقوموا من مقامكم اجلسوا دقيقة واحدة. هذا الدعاء الآن ينتظرونكم. أمراضنا مرضانا أسرانا الحوائج الغياب كل الحوائج. الحسين ينظر إلى الباكين عليه وصلى الله على الباكين على الحسين. إلهي بالحسين وجد الحسين وأبي الحسين وأم الحسين وأخي الحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين والشهداء بين يدي الحسين. إلهي بهذه النفحات القدسية اللي بقت من 1385 عام وستبقى إلى أبد الآبدين. كذب الدهر فالحسين مخلد.
كلما أخلق الزمان تجدد. إلهي بكل هذه الأقسام العظيمة فرج عنا، شافي أمراضنا ومرضانا، لا سيما المنظورين، رد الغرباء والمسافرين والزائرين والمعتمرين إلى أهلهم سالمين غانمين، فك اللهم جميع الأسرى، اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا، خذه عهدا منا يا أبا عبد الله، عهدا منا يا أبا عبد الله، عهدا منا يا أبا عبد الله، كما سلم أجدادنا لآبائنا الأمانة، وكما سلم الآباء لنا للأبناء الأمانة، الأبناء يسلمون الأمانة لأبنائهم وأبنائهم لأبناء أبنائهم، حتى تتسلم الراية للإمام صاحب الزمان، وقل لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك، وسمعي إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك، ولساني عند استصراخك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، لبيك داعي الله. إلهي لا تحرم هذه الوجوه، إلهي لا تحرم هذه الوجوه بركات الحسين عليه السلام. إن شاء الله الآن صاحب الزمان أمن على دعواتكم وأنتم تحت قبة الحسين، قبة من قباب الحسين، إلى أرواح موتى المؤسسين لا سيما إلى روح المؤسس رحمة الله عليه، وأرواح من مضى منا لهذا الجمع المبارك الشريف، شهداء العلماء خدمة الحسين، خصوصا من خدم في هذه الحسينية المباركة، أمواتنا وأمواتكم، ومن مات على الإيمان، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة والصلوات.